مساء الخير. صممنا في حلقة قبل كده قصة بعنوان أين اختفت قطط علي الخمس. النهاردة هنتكلم عن مضمون القصة. القصة دي بتحكي عن إيه وبتعلم الأطفال إيه؟ بتعلم الأطفال حاجة عن العد والأعداد، بتعلم الأطفال الجمع والطرح، وبتعلم المجموعة الخالية، بتعلم الزيرو، بتعلم العدد والرمز الدال عليه. النهاردة زي ما تعلمنا إزاي نصمم القصة، النهاردة هنتعلم مضمون القصة، وكل واحد فينا يحكيها بالطريقة اللي تناسبه، بالأسلوب اللي يناسبه. المهم تعرفوا إيه هي المعلومات الرياضية الموجودة في القصة: العد، الأعداد، الرمز العددي، المقابلة واحد لواحد، هو كل قط له طبق، ونقدر نحكيها للأطفال بالطريقة اللي تناسبنا، كل معلمة وكل أم وكل أب بالطريقة اللي تناسبه. دلوقتي نشوف مضمون القصة. قصة أين اختفت قطط علي الخمس. بيبدأ المشهد الأول: علي بيحب القطط، عنده 5 قطط، قط أسود، قط أبيض، قط أصفر، قط بني، قط رصاصي. علي كل يوم بيقدم للقطط بتاعته الأكل. القط الأسود بيقدم له الأكل بتاعه في طبق أسود، والقط الأبيض في طبق أبيض، والقط الرصاصي والقط الأصفر والقط البني والقط الرصاصي. كل يوم القطط بتستنى علي يقدم لها الأكل. علي بيحب القطط، والقطط كمان بتحب علي، ولكن علي بيقول: أنا نفسي أتعلم الأعداد علشان أعد القطط بتاعتي وأنا بقدم لهم الأكل. القطط سمعت كلام علي وقالت: احنا لازم نساعد علي علشان يتعلم الاعداد. ففكروا في خطة. في اليوم الثاني علي راح علشان يأكل القطط الخمسة بتاعته، جه يقدم الطبق الاسود للقط الاسود، مش موجود، فقدم الاكل للقط الابيض وللقط الاصفر وللقط البني وللقط الرصاصي. ولكن علي بيسأل: فين راح قطي الأسود؟ زعل قوي علي وحزن على غياب القط الرصاصي، القط الأسود بتاعه. يا ترى دول كم قط؟ وفين اختفى قطي الأسود؟ في اليوم الثاني راح علي علشان يأكل القطط بتاعه، جه يحط القط الأبيض والأصفر والبني. فين اختفى قطي الأسود وقطي الرصاصي؟ راحوا فين؟ مش موجودين. طب فاضل كم قط؟ علي مش عارف يعد. في اليوم التالي راح علي ومعاه الأطباق بتاعته. علي واقف هنا ومعاه الأطباق بتاعته كلها، ولكن مفيش ولا قط غير قطه الأصفر. أين اختفت قطط علي؟ في اليوم الأخير ولا قطة. كل أطباق علي موجودة لكن ما عندوش ولا قطة. فين اختفت علي؟ عنده ولا قطة، صفر ولا قطة. وفجأة ظهرت القطط، كانت مستخبية، وفجأت علي وقالت له: احنا هنا يا علي موجودين، لكن كنا حابين نساعدك انك تعرف الارقام والاعداد. شوف يا علي، هنا انا القط الابيض، وهنا القط الاسود، وهنا القط الرصاصي، وهنا القط الاصفر. تعالى نعلمك تعد. انا رقم 1، وأنا رقمي 2، وأنا رقمي 3، وأنا رقمي 4، وأنا رقمي 5.
كده اكتملت القصة، وعلي عرف الزيرو يعني مفيش ولا قطة. لما يفتح يعرف الأعداد 1 2 3 4 5 ورقم القطط بتاعته، عرف العدد والرمز الدال عليه، عرف المقابلة 1 لـ1، كل قط له طبق، عرف الألوان. قصة جدا لطيفة وتنفيذها سهل، ونقدر نعلم بيها الأطفال حاجات كتير. خلصت الحلقة، أتمنى تكون مضمون القصة لطيف وعجبكم، طريقة التصميم تكون سهلة، طريقة المعلومات الرياضية اللي موجودة في القصة تكون لطيفة، تقدر تستغلوها في حاجات كتيرة جدا، تعلموا الأطفال منها زي ما قلت العد، الأعداد، الرمز العددي، المقابلة 1 لـ1، الألوان للأطفال الصغار اللي لسه داخلين الروضة. أتمنى تفعلوا الجرس، تشتركوا في القناة، تعملوا لي تعليقات لتستمر القناة معكم وبكم. شكرا لكم.